السلام عليكم. اليوم عندي لكم برنامج حلو ويغنيكم عن الكثير عن الكثير. البرنامج هو نقل الصور والأرقام من جوال إلى جوال. ميزة البرنامج إنه ما يحتاج كمبيوتر، من الجوال إلى الجوال، والبرنامج مجاني، يحتاج واي فاي فقط وسهل مرة. والبرنامج هذا مهم خاصة للبنات اللي تروح تغير جوالها ولا شيء، أحسن ما تروح المحل ينقل لها الصور والأرقام، يكون هي اللي تنقلها أفضل. راح ننزل لكم في المقطع الجاي صورة البرنامج، تصور الشاشة عشان نبدأ الشرح، وإن شاء الله ما أطول عليكم. طبعا تنزل البرنامج في كل الجهازين وتعطي الصلاحية، تفتح البرنامج أعطى الصلاحية في كل شيء. هذا الجهاز فاضي ما في شيء، استديو فاضي والأرقام مش موجودة. طبعا حنا بننقل من هنا إلى هنا، وهذا كل شيء فيه. قبل كل شيء لازم الشبكة اللي شابك عليها تكون مشبوكة على نفس الجهازين، شبكة واحدة على نفس الجهازين. نختار نكست أول شيء، بعدها نختار الخيار الأول. هنا طلع لي الآيفون وهنا طلع لي الآيفون، نختاره. طبعا أعطانا خيارين، الخيار الأول إذا ضغطت تنقل اللي هنا إلى هنا، أما الخيار الثاني تنقل اللي هنا إلى هنا. هنا راح نختار إيش؟ خيار الأول. اخترنا الأول، أعطانا كود هنا يقول حط الكود هنا، بعدها راح ينقل كل شيء. نحط الكود، حطنا الكود، نبي نشوف. الحين راح يعطيك خيارات، يقولك إيش تبي تنقل من الجهاز هنا تحطه هنا، الصور، الفيديو، الأسماء. أنت بتنقل كل شيء، مجرد الضغط على هذا، شوف إيش نقل لي 411، قاعد ينقل الحين الصور، يقول هذه الأرقام. وبعد ما خلصنا نبي ندخل، هذه الأسماء كلها نقلها لي هنا، والاستديو كذلك موجود كل شيء، يعني ما يروح عليك أي شيء. إذا عجبكم الفيديو لا تبخلون على غيركم، وتابعوا كل جديدي على السناب هذا، وراح أحط لكم الباركود بعد المقطع هذا. سلام عليكم.